طلبة الصف الثالث التجاري، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس المحاسبة الإدارية. تعرفنا في الحلقات السابقة على طرق تقييم الاستثمار، وقلنا وقتها أن هناك مجموعتان من الطرق لتقييم الاستثمار. المجموعة الأولى الطرق التي تعتمد على منهج التدفقات النقدية المخصومة، وهذه المجموعة تتكون من ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي طريقة صافي القيمة الحالية، والطريقة الثانية هي طريقة معدل العائد الداخلي على الاستثمار، والطريقة الثالثة هي طريقة وقت التعادل. والمجموعة الثانية من طرق تقييم الاستثمار هي الطرق التي لا تعتمد على منهج التدفقات النقدية المخصومة، وهي طريقتان: الطريقة الأولى طريقة فترة الاسترداد، والطريقة الثانية طريقة معدل العائد المحاسبي على الاستثمار. ولغرض التعرف بصورة أشمل وأوسع على هذه الطرق، قمنا باختيار الحالة التطبيقية الموجودة في الكتاب المنهجي للمحاسبة الإدارية صفحة 145، ورح نأخذ هذه الحالة لغرض تطبيق الحالات المذكورة في طرق تقييم الاستثمار. ولو نلاحظ هذه الحالة أنه ترغب شركة سامراء للصناعات الدوائية شراء آلة لتصنيع الأدوية، وقد تقدمت شركتان لتجهيز شركة سامراء بهذه الآلة. الشركة الأولى قدمت الآلة رقم 1 اللي تدفقات السنوية للسنين الثلاثة 7.5 مليون و5 ملايين، ويظهر من هذه التدفقات بأنها تدفقات غير منتظمة. أما الشركة الثانية فقدمت الآلة الثانية، ونلاحظ التدفقات النقدية السنوية 4.5 ملايين ثم 4.5 ملايين و4.5 ملايين، وهذا يدل على أن التدفقات النقدية ستكون منتظمة بالنسبة للشركة الثانية. المطلوب اللي عندنا في هذه الحالة التطبيقية هو إيجاد فترة الاسترداد وصافي القيمة الحالية ومعدل العائد المحاسبي ومعدل العائد الداخلي. في ضوء هذه الطرق الأربعة رح نقيم الاستثمار. الطريقة الخامسة طريقة وقت التعادل. ما مطلوب بالسؤال باعتبار هو نفس المعنى أو نفس المفهوم لطريقة فترة الاسترداد. رح نأخذ الحالة الأولى اللي هي فترة الاسترداد، ونقيم المشروع على ضوء فترة الاسترداد. نلاحظ ما يخص الآلة الأولى، يعني الشركة الأولى، نلاحظ أنه التدفق السنوي غير منتظم. ولغرض احتساب فترة الاسترداد عندما يكون التدفق السنوي غير منتظم، يجب أن نستخرج المتراكم لهذه التدفقات، أي أن التدفق السنوي ومن ثم التدفق السنوي المتراكم، يعني هذا لثلاثة سنوات. لو ناخذ السنة الأولى، السنة الأولى التدفق اللي راح يدخل إلى الشركة هو 7 ملايين دينار. احنا هاي السنة الأولى يعني ما عندنا تدفقات من سنوات سابقة، فراح يكون المتراكم هو 7 ملايين دينار. في السنة الثانية التدفق هو 1.5 مليون. كان عندي في السنة الأولى 7 ملايين، وفي السنة الثانية جاني تدفق 1.5 مليون، راح أجمعهم اثنيناتهم يساوي لي 8.5 ملايين. 8.5 ملايين غير كافية لفترة الاسترداد، بعد لأنه كلفة الاستثمار هي 9 ملايين. في السنة الثالثة 5 ملايين
دينار، وكان عندي أنا 8.5، أصبح المتراكم 13.500، أي 8.5 زائد 5 صار عندي 13.5. لو نلاحظ إيش وقت إحنا راح نطلع 9 ملايين، إيش وقت تطلع 9 ملايين؟ إحنا خلال السنتين الأولى والثانية هاي 20 سنة ما قدرنا نوصل إلى 9 ملايين، قدرنا نوصل 8.5 ملايين، بينما كلفة الاستثمار هي 9 ملايين دينار، أي باقي من هاي السنة الثالثة باقي 500,000. إذا أخذت هاي 500,000 من السنة الثالثة راح يكون عندي المتراكم 8.5 زائد 500 يصير 9 ملايين دينار، وهو كلفة الاستثمار، أي بمعنى إنه مبلغنا راح نقدر نستخرجه سنتين، نسترد كلفة الاستثمار بسنتين زائد 500,000 من العائد اللي هو للسنة الثالثة 5 ملايين دينار، يعني 1/10 أي سنتين وشهر تقريبا، إن لم نكن شوية أكثر من الشهر، هذا يسترد كلفة الاستثمار من الشركة أليف. إذا أخذنا الآلة الأولى من الشركة أليف أو الشركة الأولى بسنتين وشهر، وكانت الحالة اللي أمامنا هي حالة تدفق نقدي غير منتظم، وعليها استعملنا أسلوب تراكم التدفقات السنوية. إذا نجي على الآلة الثانية من الشركة الثانية، التدفقات السنوية منتظمة، لو لاحظ كل سنة 4.5 ملايين، عندنا قانون الاستخراج فترة الاسترداد وقت التدفقات النقدية المنتظمة كالآتي: فترة الاسترداد تساوي كلفة الاستثمار 9 ملايين دينار، التدفق النقدي السنوي 4.5 ملايين، إذن 2 سنة هو فترة الاسترداد. لو أردنا أن نضع الآن تقييم الآلة الأفضل أو الشركة اللي تقدمت بعرض أفضل، راح نشوف أنه فترة الاسترداد بالشركة الأولى 2 شهر، وبالسنة الشركة الثانية هو 2، ونحن نعرف أنه في فترة الاسترداد كلما تكون فترة الاسترداد قليلة أو أقل هي الأفضل، عليه أن العرض الشركة الثانية هو أفضل لأن فترة الاسترداد للمبلغ المستثمر أقل. نعود الآن إلى المطلوب الثاني من السؤال، وهو نقيم الاستثمار بطريقة صافي القيمة الحالية. صافي القيمة الحالية تستخرج كالآتي: هو القيمة الحالية للتدفقات الداخلة ناقص كلفة الاستثمار. تستخرج صافي القيمة الحالية وفق القانون اللي هو القيمة الحالية للتدفقات الداخلة ناقص كلفة الاستثمار. نرجع إلى مثالنا، راح نلاحظ إنه الشركة الأولى أو الآلة الأولى هو تدفق غير منتظم، وعليه بالتدفق غير منتظم يجب أنه راح آخذ السنة الأولى ثم آخذ السنة الثانية ثم السنة الثالثة، واستخرج معامل الخصم من جدول الغير منتظم. إذن التدفق في معامل الخصم راح يساوي لي القيمة الحالية. لو اجينا على المبلغ الأول للسنة الأولى هو 7 ملايين دينار، والسنة الثانية 1.5 ملايين،
والسنة الثالثة 5 ملايين دينار. المعدل المرغوب به هو 14%. عليه نذهب إلى جدول معامل الخصم المعدل 14%، نأخذ السنة الأولى ثم نأخذ 7 ملايين، ثم نأخذ السنة الثانية 1.5 مليون، ثم نأخذ السنة الثالثة، ثم وهكذا إذا كان في السؤال أكثر. لاحظ السنة الأولى تحت معدل 14%، للسنة الأولى الرقم 0.877، السنة الثانية 766، 766، السنة الثالثة 675. حاصل ضرب التدفق 7 ملايين في معامل الخصم راح يطلع لنا القيمة الحالية للتدفق الداخل السنة الأولى، ومليون ونص في 0.769 يطلع لنا القيمة الحالية للتدفق الداخل السنة الثالثة، وخمس ملايين في 675 راح يطلع لنا القيمة الحالية للتدفق الداخل في السنة الثالثة. مجموع الأقيام الحالية الثلاثة راح يكون هو القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية، وبالتالي أنا أنقص من عندي كلفة الاستثمار 9 ملايين، راح يكون عندي المبلغ المتبقي سواء بالزيادة أو بالنقصان، وعلى ضوءه أقدر أقيم المبلغ. إذا 7 ملايين في 877 راح يطلع 6 ملايين و136,000. مليون ونص في 769 راح يكون عندي 1,153,000 و500. 5 ملايين في 675 راح يكون عندي 3,375,000. ومجموعهم راح يكون 10,006,750. هاي تطلع عليها القيمة الحالية للتدفقات الداخلة. القانون يقول قيمة حالية للتدفقات الداخلة ناقص كلفة الاستثمار، ناقص كلفة الاستثمار اللي هو 9 ملايين دينار، راح يكون 1,667,500 دينار. هذا نطلق عليه صافي القيمة الحالية. هنا صافي القيمة الحالية موجب، ولكن قد يكون بالنسبة للآلة الثانية أيضا موجب، فعليه تكون عندنا أداة أخرى للمفاضلة أيوم ما يحقق صافي قيمة حالية أعلى. نجي الآن إلى الآلة الثانية، لاحظ أنه التدفقات منتظمة. لو نشوف التدفق الداخل هو صافي القيمة الحالية يساوي التدفق الداخل هو 4,500,000. نجي ننظر في معامل الخصم. معامل الخصم نذهب إلى المنتظم، جدول المنتظم، وتحت 14% نلاحظ أنه أمام السنة الثالثة 2 على الصحيح و322. هذا هو القيمة الحالية ناقص كلفة الاستثمار 9 ملايين دينار. إذا صافي القيمة الحالية يساوي التدفقات القيمة الحالية الداخلة راح تكون عندي 10,449,000 ناقص 9 ملايين راح يكون صافي
القيمة الحالية هو 9441. هذا صار في القيمة الحالية. من هنا القيم استثمار أيهما يكون أفضل في فترة الاسترداد؟ قلنا يكون الأفضل إذا كان المشروع أو إذا كانت كلفة الاستثمار اللي تسترد بزمن أقل هو الأفضل. في صافي القيمة الحالية الذي المشروع الذي يحقق صافي قيمة حالية أعلى أو أكبر هو الأفضل. ونلاحظ أنه الآلة رقم واحد حققت 1,667,500 بينما الآلة رقم اثنين حققت 1,449,000. فهذا المشروع الأول أو الشركة الأولى حققت صافي قيمة حالية أكبر، فإذا الآلة أو الشركة رقم واحد هي أفضل لأنها حققت صافي قيمة حالية أعلى. إذن تقييم الاستثمار وتطبيق صافي القيمة الحالية أنه الآلة الأولى أو الشركة الأولى هي الأفضل. الآن أنجزنا طريقتين أو مطلوبة من السؤال وفق طريقة فترة الاسترداد، وعرفنا أنه الشركة الثانية كانت أفضل لأنها حققت فترة استرداد أقل، وبالطريقة الصافية القيمة الحالية عرفنا أنه الآلة رقم واحد أو الشركة رقم واحد هي الأفضل لأنه حققت صافي قيمة حالية أكبر أو أعلى. نروح إلى المطلوب الثالث. الآن الطريقة الثالثة مثل ما قلنا طريقة معدل العائد المحاسبي. طريقة معدل العائد المحاسبي هي الطريقة الوحيدة اللي ما تعتمد على منهج التدفقات المطلوب والعينة، اللي لا تعتمد على التدفق النقدي أو العائد النقدي، وإنما تعتمد على طريقة الربح المحاسبي. والربح المحاسبي مثل ما تعودنا في بداية هذا الفصل الرابع إنه الربح المحاسبي يساوي الربح أو العائد المحاسبي يساوي التدفق النقدي ناقص الانبساط. احنا عندنا خمس طرق لتقييم الاستثمار. الخمس طرق ثلاثة من عندهم تعتمد على منهج التدفقات المخصومية، واثنين لا تعتمد على منهج التدفقات المخصومة. الطريقة الوحيدة التي تعتمد على الربح المحاسبي هي طريقة معدل العائد المحاسبي على الاستثمار، أي الطرق الأربعة الأخرى تعتمد كلها على التدفقات النقدية. ولكون هذه الطريقة تعتمد على الربح المحاسبي، إذا لابد علينا أن نعرف كيف نستخرج الربح أو العائد المحاسبي. الربح أو العائد المحاسبي التدفق النقدي الداخل ناقص مبلغ الاندثار السنوي. نرجع للمثال اللي عندنا، انه المثال الاله رقم واحد هي تدفقات نقديه غير منتظمه. تدفقات نقديه غير منتظمه، من اسلوب التدفقات النقديه غير منتظمه يجب علينا ان نطلع متوسط التدفق. متوسط التدفق هو مجموع التدفقات السنوية، مجموع التدفقات السنوية على عدد السنين، أي سيكون متوسط التدفق. نجمع تدفقات ثلاث سنوات اللي هي 7,000,000 زائد 1,500,000 صار 8.5، زائد 5,000,000 صار 13,500,000. نجمع
التدفقات للسنوات الموجودة عندنا بالسؤال اللي هي التالي: 7 ملايين زائد 1.5 مليون زائد 5 ملايين ويكون عندنا 13.5 مليون. 13.5 مليون تقسيم عدد السنين عدة السنوات، إذا متوسط التدفق السنوي راح يكون 4.5 مليون دينار. هذا قدرت أوصل لمن؟ إلى التدفق النقدي. أجي الاندثار. الاندثار اللي يساوي لي الكلفة ناقص الأنقاض إن وجدت، أنا ما عندي أنقاض، الكلفة لأنه جاء بالسؤال صريحة، قيمة الأنقاض صفر. يعني الكلفة ناقص الأنقاض على العمر، والكلفة 9 ملايين كلفة الاستثمار ناقص صفر على العمر 3 سنوات، ويكون الاندثار السنوي هو 3 ملايين دينار. أوصل الآن إلى الربح أو العائد المحاسبي. إذن العائد المحاسبي يساوي التدفق النقدي 4.5 ملايين ناقص الاندثار 3 ملايين دينار، يكون الناتج 1.5 مليون. هذا 1.5 مليون يمثل العائد المحاسبي او متوسط العائد المحاسبي باعتبار انه التدفقات غير منتظمه، متوسط عائد محاسبي لانه التدفقات غير منتظمه. اذا المعدل العائد المحاسبي راح يساوي قد عندنا عائد محاسبي او متوسط عائد محاسبي هو 1.5 مليون، نقسم على كلفة الاستثمار، كلفة الاستثمار هي 9 ملايين دينار، نضرب في 100، اعيد الخطوة، 1.5 مليون هو متوسط العائد المحاسبي، 9 ملايين هي كلفة الاستثمار، راح يكون 1.5 مليون تقسيم 9 ملايين. ضربنا في 100، هاي 100 عبارة عن النسبة المئوية، وراح يكون عندي الناتج النهائي 16.7% هو هذا معدل العائد المحاسبي بالنسبة إلى الآلة الأولى. أجي على الآلة الثانية أو الشركة الثانية، نلاحظ ان الشركة الثانية التدفقات النقدية منتظمة، يجب ان استبعد الاندثار لكي احول التدفق الى عائد محاسبي او الى ربح محاسبي. الاندثار ايضا 9 ملايين على 3 سنوات راح يطلع 3 ملايين دينار، والتدفق السنوي، التدفق السنوي ناقص الاندثار راح يطلع لي العائد المحاسبي. التدفق السنوي منتظم 4.5 ملايين. الاندثار 3 ملايين دينار، راح يكون العائد المحاسبي 1.5 مليون دينار، واجي استخرج الان معدل العائد بنفس القانون اللي مر علي باستخراج الاله الاولى او عرض الشركه الاولى، اللي هو العائد المحاسبي 1.5 مليون انقسمه على كلفة الاستثمار 9 ملايين ونضربه في 100
لأغراض النسبة المئوية إذا راح يكون معدل العائد المحاسبي هو 16.7%. من تمر عندنا هيك حالة إنه بالآكتين أو بالعرضين أو بالسلكتين إنه معدل العائد المحاسبي متساوي، أي آلة نختار أو أي شركة نختار، الشركة الأولى أم الشركة الثانية؟ إذا تساوت فمن حق الشركة أن تختار ما تراه، ولأنه أي مفاوضة مادية ما راح تكون موجودة إلا إذا في بعض الحالات بعض الشركات قد تطلب أمور أخرى، إذا وفروا لهم إياها يفضلون هذا العرض أو هذا العرض. ولكن في مثالنا هذا إنه هنا ما في مفاوضة بين الشركة الأولى والشركة الثانية باعتبار إنه معدل العائد المحاسبي متساوي. المطلوب الرابع اللي هو معدل العائد الداخلي سنتناوله في حلقة أخرى. نرجو من الله أن نكون قد وفقنا في حل المطالب الثلاثة الأولى من الحالة التطبيقية الموجودة في كتاب المحاسبة الإدارية صفحة 145 والتابعة إلى الفصل الرابع الموازنات أو الرأسمالية. التوفيق لجميع أبنائنا الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.